تعظيم سلام لوحش الشاشة، تعظيم سلام لملك الترسو، تعظيم سلام للي قدم فن وشارك في تغيير قوانين، تعظيم سلام وتحية شكر وحب للملك فريد شوقي. صان فانيلات شرابات بنس كرونيات كريمات، خشوا عليا يا حلوين أسعارنا كازينات. مين يقول هاد؟ فريد شوقي اتولد يوم 30 يونيو سنة 1920 بحي السيدة زينب، وبعدها انتقل مع أسرته وعاشوا في حي الحلمية الجديدة، ودرس المرحلة الابتدائية في مدرسة النصرية. ولما تم 15 سنة دخل فريد شوقي مدرسة الفنون التطبيقية وحصل على الدبلوم. وحش الشاشة زي ما كانوا بيلقبوه، قدر يغير جلده وخلطته الفنية. فبعد ما بدأ حياته التمثيلية بتقديم كتير من أدوار الشر، قدر يتمرد عليها وخرج من عبايتها، وقدم لينا أدوار اتميزت بالطيبة قدام عمالقة أدوار الشر زي زكي رستم ومحمود المليكي. قدر فريد شوقي أنه يتميز عن غيره من فنان جيله لما قرر ينتج ويألف أكتر من 400 فيلم. وفي فترة الخمسينات قدر وحش الشاشة يقدم فيلم جعلوني مجرماً، واللي اعتبر ظاهرة فنية حقيقية، خصوصاً بعد ما قدر يساعد بالنظر في القانون الجنائي المصري ووضعوا قانون جديد يلغي تسجيل السابقة الجنائية الأولى في الصحيفة الجنائية للمصريين. ده قدم كمان فيلم كلمة شرف مع أحمد مظهر اللي تسبب في إعادة النظر للحالات الإنسانية للسجناء المصريين، وأعادوا صياغة القوانين اللي سمح للمسجون بزيارة أهله بشروط محددة. فريد بيك شوقي، فريد شوقي اللي بالرغم من مرضه إلا أنه فضل أنه يقدم أعمال فنية كان آخرها الرجل الشرس سنة 1996. وفي 27 يوليو سنة 1998 أسدل الستار عن مشوار فنان قدم لينا العديد من الأعمال الفنية، فنان أمتعنا بفنه واحترامه لجمهوره. في 27 يوليو 1998 توفي فريد شوقي عن عمر 78 سنة، وساب أعمال فنية اتحفرت في عقولنا وتاريخ كبير جداً للسينما المصرية. تعظيم سلام للفنان المبدع الملك فريد شوقي. طبعاً لما يتقال وحش الشاشة أو لما يتقال الملك مش من فراغ، في ناس كتير جداً قضت عمرها كله بتخدم مهنتها. الفنان فريد شوقي لما قدم فنه وكم مسلسلات ومسرحيات وأفلام سينما كانت كلها ليها بصمة في كل أسرة مصرية، فلابد أننا فعلاً نقول تعظيم سلام للملك فريد شوقي.